لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء السلطة التشريعية، حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة الاجتماع على كلمة سواء، فالتحديات اليوم لا تدع مجالا للاختلاف. وقال سموه يجب الانشغال في هذه المرحلة بأمن الوطن واستقراره والدفاع عنه أمام المتربصين به داخليا وخارجيا، والمضي قدما في مسيرة التنمية الاقتصادية بما يخدم المسار التنموي في المملكة، وترك الأمور التي لا طائل منها إلا التفرقة وشق الصف الوطني. مضيفا سموه أن العلاقات التي تربط بين أبناء الشعب أسمى وأرفع من أي قضايا تؤثر عليها، فالاختلاف في وجهات النظر لا يرتقي إلى الخلاف، والجميع يتفق على المصلحة الوطنية، والبيت الوطني الجامع هو قادر على لم الشمل وتوحيد الصف. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وذلك بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من الموضوعات التي تتصل بالشأن الوطني، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد سموه على حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة في القرى، حيث لا يزال الطموح الحكومي أكبر من مستوى الإنجاز في بعض الخدمات للمواطنين في القرى. وأكد سموه الحرص على المتابعة الحثيثة للوضع التنفيذي للمشروعات الحكومية لضمان أن يكون حجم الإنجاز فيها ومستواها متماشيا مع ما رسمته الحكومة لتحقيقه من وراء تنفيذها من أجل راحة المواطنين وضمان العيش الكريم لهم. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سعي الحكومة للارتقاء بحجم التعاون مع مجلس النواب بما يخدم مسيرة العمل الوطني، وقال سموه للسلطة التشريعية منا كل الدعم والإسناد لتقوم بدورها على الصعيد التشريعي والرقابي، لافتا سموه إلى أن هذه المرحلة دقيقة بتحدياتها المختلفة، ويجب أن تتوجه دفة كافة الجهود الوطنية لمصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وفي الشأن الإقليمي والدولي، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الإسلام والمسلمين، منوها سموه بما توفره من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام تستدعي من جميع المسلمين وخاصة ضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج بأن يدعموا هذه الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية.